سيد فرانسيس ريتشاردوني كمواطن أمريكي يعيش في القاهرة، ما هي التدابير الصحية اللي تتخذها أنت وأسرتك يعني بشكل عام؟ على سبيل المثال أنا باجي الاستوديو يعني بقلع الجوانتيات والماسك وإحنا هنا بنصور، لأنه يعني مش منظر لأكل والمكان كله يتم تعقيمه، إنما طول ما أنا في الطريق من البيت للاستوديو لمدينة الإنتاج كل الناس لابسة جلوفز، لابسة جوانتيات ولابسة ماسكات، ودي تدابير أساسية في مدينة الإنتاج الإعلامي. فأنا بسألك في حياتك العادية لابس الجوانتيات والماسك أو الكمامة؟ مش لابس الجوانتيات والماسكات، إنما في تركيز أكتر في إجراءات أكتر في الكامبوس، في الكامبوسين بتوعنا، على النظافة، التنظيف بشكل عام في الكامبوسات، في الأماكن، في فصول، في مواصلات يعني الأوتوبيسات بتاعتنا، في إجراءات خاصة جدا بالنسبة للنظافة، في إجراءات مهمة بالنسبة للمسافة ما بين الأقشار، لا تقل عن متر. كل يعني كلنا دلوقتي كويسين جدا على الزوم وسكايب وكله يعني كل الاجتماعات، يعني وانا كنت هنا في طريق انا كنت في اجتماع عن طريق الانترنت بدل ما الاجتماعات الفيزيكيه كده شخصيه يعني شخصية. كلها اونلاين. فعن طريق مثل هذه الاجراءات انا انا متفائل جدا ان ممكن نكمل على الاقل فصل الربيع في الجامعة. أنا شخصيا كصحتي أنا شخصيا وصحة الأجانب دي حاجة مثيرة الاهتمام. التقينا مع الأجانب الأساتذة والطلاب بتوعنا، معظم كل الأساتذة يعني كل أعضاء هيئة التدريس موجودين يعني نفسنا من الأجانب، وقرروا لنفسهم حر يستمر في مصر. ونفس الشيء بالنسبة للطلاب الأجانب، برغم كثير منهم الجامعات في بلادهم دعوهم للرجوع لبلادهم وخصوصا في أمريكا، كثير منهم أكثر من نص منهم قرروا يستمروا هنا في مصر عندنا، يعني عندهم ثقة في الجامعة الأمريكية. اطمئنان، عندهم حالة من الاطمئنان مش حالة ذوق. يعني بالنسبة للنظافة للإجراءات العامة هنا. يعني خلينا ناخد معلومة إنه أكثر من نصف الطلبة الأجانب الدارسين فضلوا في القاهرة ما رجعوش. صح، مزبوط. مرة تانية بشكل شخصي، شخصيا بقى مش كرئيس الجامعة الأمريكية إنما كمستر ريتشاردوني، ايه اللي جد في حياتك اتغيرت ازاي؟ يعني انا واحد بحب الناس، انا بحب الحفلات لا انسى بقى الكلام كده، انسى لازم يعني ما فيش اي حاجه، الجدول بتاعي باظ. في شغلك اكتر، في شغلك شغلك كتير بالنسبه للازمه يعني لازم نعمل اجراءات جديده، إنما برغم ذلك الحاجات اللي يعني كنت بحبها أكثر يعني الاتصالات الاتصالات اليومية مع الطلاب والأساتذة خلص، يعني كله دلوقتي عن طريق الإنترنت للأسف الشديد. كلنا نحس بنفس الشيء، يعني الطلاب نفسهم يريدوا يجوا الكامبوس يكونوا مع الأصدقاء. يعني to be honest، حتى نكون صادقين، الطلبة كلهم عايزين يخرجوا من البيوت بس يعني مش حبا في الدراسة، هو عايزين يخرجوا. كل الجامعات المصرية على رأسها جامعة القاهرة كمان عملت تدابير كتيرة جدا، تدابير في التطهير، في النظافة، في محاولة تحميل كل المحاضرات وكل المناهج أونلاين اللي كان موجود يمكن ما كانش كافي، فكل أقسام وهيئات التدريس منشغلة بتحميل المناهج والمحاضرات لكل الطلبة، وشفنا جهات كثيرة جدا تساهم في تعقيم جامعة القاهرة، جهات حكومية، جهات تعليمية، وجهات سيادية أيضا، كلها كانت بتساهم في تعقيم الجامعة كحال كل الجامعات. السؤال الأخير، سيد فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية، deep inside، في قرارة نفسك في أعماقك، تعتقد أن الحل قريب أم بعيد؟ لا سؤال دبلوماسي ولا سؤال أكاديمي ولا أنت جواك حاسس بيه؟
أكيد هنلاقي مع بعض حل للموضوع ده، مش بكرة وفي ظرف أسبوع أو شهر، احتمالا سيكون في وقت طويل. بس فلسفتي أنا شخصيا كواحد متفائل مؤمن، أنا أعتقد أن لازم ننتهز أي أزمة زي الأزمة دي كفرصة، فرصة للتقدم الشخصي، فرصة للتقدم الاجتماعي، للتحسن. وأنا واثق كل الثقة بالجامعة وبمصر الحقيقة. نتمنى السلامة للجميع، جامعات، طلبة كبار صغار. سيد فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، متحدثا عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الجامعات ومنها الجامعة الأمريكية في ظرف لم يسبق أن مر علينا قبلا، لم يمر على العالم قبلا. صحيح. شكرا جزيلا سيد ريتشاردوني. أنا متشكر جدا وشكرا على شغلك في الأزمة دي، مهمة جدا جزيلاً. جدا. Thank you very much. Without shaking. احنا بنقوم بالتعقيم في الفترة اللي الدراسة فيها متعلقة يوميا للطلبة، حفاظا على أرواح الطلبة إن شاء الله لما يرجعوا. لما يتحدد ميعاد رجوع الدراسة إن شاء الله هتكون المدرسة معقمة، لأن احنا يوميا بنعقمها في استقبال الطلبة لما يقرروا عودتهم إن شاء الله. وإذا عادوا بنقوم بالتعقيم بعد خروج الطلبة كل يوم عشان يجوا تاني يوم يلاقوا المدرسة معقمة. دي أوامر من الوزير ومن الوزارة، من كالة الوزارة ومن إدارتنا إدارة العجوز، إن احنا نقدر نعمل كده. وبمساهمة بعض أولياء الأمور معانا، هم اللي جابوا لنا بعض المطهرات وساعدونا فيها، يعني بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وبجهود بعض المدرسين معانا والعمال، بنقدر نعقم على قد ما بنعرف. احنا بننصح الطلبة وأولياء الأمور بأنهم يلتزموا بالتعليمات، ما فيش حد لا يروح لدرس ولا يدخل في حتة التجمعات ولا طبعا كل الإجراءات اللي خديتها الدولة لازم كلها ننفذ. هناك تعقيمات، هناك تعليمات بتنفيذ التعقيمات في كافة مدارس الإدارة، كافة مدارس سواء كانت خاصة سواء كانت حكومية سواء كانت لغات تجريبي، كل المدارس.